السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على موضوع خاص بمكونات المصاعد الكهربائية. اللي ما يعرفش المصاعد الكهربائية فرصة إن هو يتعلم معانا خطوة بخطوة ويتعرف على المكونات الأساسية للمصاعد الكهربائية. واللي حابب يتطور معانا ويوصل لمستوى أعلى فإحنا هندخل على مدار سلسلة من اللقاءات في تفاصيل تقنية ومهنية خاصة بمجال المصاعد الكهربائية. في البداية، المصعد الكهربائي هو عبارة عن وسيلة من وسائل النقل الرئيسية، زيها زي أي وسيلة نقل، بس دي بتتواجد داخل المباني لتسهيل حركة السير داخل المبنى صعودا وهبوطا. المصاعد الكهربائية مكوناتها الأساسية بتتكون من مجموعة من الأجزاء. أهم جزء من أجزاء المصاعد هي ماكينة المصعد، وماكينة المصعد دي بتكون هي الجزء اللي بيحرك المصعد صعود وهبوط. والماكينة دي بتتواجد في معظم الأحيان في أعلى المبنى، سواء بغرفة مستقلة أو سواء بدون غرفة خالص، لكن في بعض الأوقات بيكون في بعض الحالات الخاصة اللي بتوضع فيها ماكينة المصعد في طوابق مختلفة أو في الطوابق السفلى، ودي بتكون شيء يعني مش دايما دارج، ولكن هي حل من الحلول المتاحة. ماكينة المصعد عبارة عن جزئين أساسيين بتبقى متكونة منهم، جزء خاص بالموتور اللي بيتحرك بالكهرباء، والجزء الثاني الخاص بالماكينة أو صندوق التروس نفسه إذا كانت الماكينة شغالة بصندوق تروس أو مباشرة التعليق لو بدون صندوق تروس. هنتكلم باختصار، وبعدين لو مع الحلقات القادمة إن شاء الله نقدر نتكلم بالتفصيل على كل جزء من الأجزاء وإيه هي طبيعة عمله وإيه هي الأجزاء المكونة ليه. تاني جزء مهم داخل أجزاء المصعد هو لوحة التحكم أو الكنترول. لوحة التحكم هي الجزء اللي هو الخاص بتحريك المصعد واستقبال الإشارات الخاصة بالمصعد وتنفيذ الأوامر اللي بيتطلبها المصعد صعود وهبوط ووقوف وحركة. بيحكم الموضوع دون الكنترول وماكينة المصعد مسار بيتحرك فيه كابينة المصعد، وده الجزء الثالث من أجزاء المصعد اللي هي كابينة المصعد، اللي هي الجزء اللي بيدخل فيه الأشخاص يركبوا المصعد داخليا من جوه، عبارة عن صندوق أو عبارة عن غرفة بيدخل جوه الشخص أو الأشخاص بيركبوا المصعد صعودا وهبوطا داخل المنزل. في مقابل لكابينة المصعد في جزء من مكونات المصعد اسمه ثقل الموازنة، ستكون في المقابل قدام الكابينة وله حساباته الخاصة وله طريقة الحسابات المطلوبة منه للحفاظ على قدرة الماكينة والحفاظ على موازنة الكابينة طول الوقت. بتتعلق الكابينة وتعلي الموازنة بحاجة بيسموها حبال أو الروبس أو حبال الجر، دي بتكون مربوطة من ناحية بالكابينة وناحية تانية بتعلي الموازنة. هي دي بتتوصل بالكابينة وتطلع على الماكينة وبعدين تنزل تاني على تقل الموازنة، وبالتالي نضمن تعليق آمن على الماكينة لكابينة المصعد وتقل الموازنة. بيحكم مسار الكابينة وتقل الموازنة سكك أو مجاري أو دلائل من الصلب. الدلائل دي بتحكم حركة الكابينة وتقل الموازنة داخل بئر المصعد، ودي بتدينا يعني عدم الاهتزاز شوية والاتزان داخل الكبير البير المصعد، ونعومة الحركة دي لها جزء كبير مربوط بسكك أو الدلائل الحركة. قدام كل دور من الأدوار عند المصعد بنلاقي باب، والأبواب دي بنسميها الأبواب الخارجية، اللي هي المدخل ليك لداخل المصعد. بيكون فيه مجموعة من الأبواب بتكون أبواب أوتوماتيكية وأبواب يدوية، في كذا نوع من الأبواب دي وبرضه بالتفصيل نقدر نتكلم عليها بعدين. في أسفل المصعد من تحت بيكون فيه حفرة، من دي عبارة عن
تجويف أسفل مستوى الدور الأول للمبنى، وده بيكون يشمل على أجزاء ميكانيكية خاصة بمخمدات الحركة لو في حالة لا قدر الله حصل سقوط حر أو زيادة في الحركة أسفل مستوى الطابق الأرضي، وبالتالي بتلاقي شيء يقدر يوقف الماكينة الكابينة بتاعة المصعد أو يوقف تقل الموازنة قدامه الناحية التانية. باختصار شديد دي عبارة عن الأجزاء الرئيسية، وليس كل الأجزاء، ولكن دي أجزاء رئيسية اللي بيتكون منها المصعد وأي مصعد. في السلسلة إن شاء الله هنتكلم بعدين على كل جزء من أجزاء المصعد، وبالتحديد الماكينة هناخد ليها جزء مستقل، ونتكلم على أنواع الماكينات والكنترول وأنواع الكنترولات والحبال الجر وأنواع الحبال الجر. كابينة المصعد هي المعايير والمقاييس لاختيار المقاسات بتاعتها وأنواعها. تقل الموازنة إزاي بيتحسب وإزاي نقدر نشوف الأوزان المطلوبة لوضعها داخل تقل الموازنة. السكك أو الأدلة أو دلائل الحركة أنواعها ومعايير اختيارنا ليها. الأبواب الخارجية كذلك نوع بنوع وأنواع المختلفة وإزاي بيشتغل، والحفرة وإيه هي مكوناتها، وكل جزء من أجزاء المصعد هنتكلم عليه بالتفصيل في السلسلة القادمة إن شاء الله. أتمنى إن أنا أقدر يعني إن أنا أكون قدرت في الفترة البسيطة دي أديكم نبذة بسيطة عن مكونات المصعد الأساسية، وألقاكم إن شاء الله في لقاء قادم. استنوني بإذن الله معكم إن شاء الله.